بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب التونسي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي موضوع يعني ما وددت أن أحكي فيه، لكني مضطر أن نوضح الملابسات متاعه. موضوع المداخلة اللي قدمتها في قناة الزيتونة حول السمسرة والفساد في البترول والضجة اللي أحدثتها، حتى أنه أحد واسم مصطفى عيساوي اللي عندهم توا عشرات السنين يقارعوا في الظلم القهر، وما جنوا منه تقريبا إلا شرف يكفينا ذلك. كلمني العمري قال لي لو ثم برنامج يخص قطاع البترول ما كلموكش جماعة؟ قلت له لا ما كلمني حد. يبدو أنه هو اتصل بالمذيع سي حسين بن عمر واقترح عليه أنه يسند لي مداخلة من بضع دقائق. فرجع لي العمري في الأول ما كانش يعني أوبتيميز، قال لي ممكن الله أعلم قد يتصلون بك. وبعدها عاود كلمني أبري دو زور قال لي كلموك ولا لا؟ قلت له ما كلمني حد. قال لي أطلبهم أنت. طلبت أنا حسين بن عمر، تعرف عليه، قال لي مرحبا بك، حضرنا شنو الحاجات تحب تتدخل بها وابعثها لي بالإيميل. وبعث لي الإيميل متاعه عن طريق الاسماس في التليفون، وكان العمل كذلك. جمعت له بعض الفيديوهات في مخصص الفساد في الطاقه والبترول والهدر اللي صاير. قلت له على الراجل مشاغله ما خلتوش يتبع الفيسبوك، يتبع الوسائل الحديثه التي صار، ومهتم في شغله في القناه فقط. فارسلته بالايميل كل هذه المعطيات، كما ارسلت له التعريف الشخصي وقال لي احط لي شنو معناها مسماك الشخصي ومسمى مهنتك. قلت له اكتب مصطفى بن أحمد عيساوي خبير في مجال الطاقة، مستشار في مجال الطاقة وخبير دولي، والإيميل موجود وعند الأخ حسين ممكن نطلعكم عليه. المهم دخلت وكان ما كان، تذكر الفيديو اللي صارت عليه ضجة، وصل يعني حالة التداول متاعه فاق 30,000 بارتاج في 4 صفحات أو 5 صفحات معروفة تعرفوا هند. ما رعنا إلا وسيد رضا مامون السمسار الفيست هذا اللي طلع صهيوني، وأنا عندي بالوثيقة وما عنديش كلام تاع عواطف، فهمت؟ عمل ضجة وصار يهدد في القناة أنه بالفالي رويني وراو باش يحطمكم وما نعرف شنو، وباش نعمل قناة أخرى. بين قوسين راو كان باش يعمل قناة في 1 مايو اللي فات، كان يعلن تأسيسها، والناس اللي يعرفوني يعرفوا اللي أنا هو اللي طيحت الموضوع، لأنه هو إنسان مزموش يمسك أي حاجة في تونس. هذا يجب أن يحاكم، يجب أن يحاكم ويرمى في السجن كما ترمى الزبالة في مزبلة التاريخ. فاتفقنا بعد نهاية الحلقة، كلمني المذيع وكان فرحا طريقة ما تصورهاش. الرجل يعني حقق إنجازا صحفيا أنه عمل برنامج كسر الدنيا بالمفهوم تاع الصحفيين. فكلمني شكرني بكل أدب، وأنا تعرفوني كيفاش نتعامل مع الناس. قلت له هذا واجبنا وإحنا رانا دي معناها مستعدين باش نفيدوا البلاد بأي كيفية، المهم تتاح لنا فرصة. قال لي يا أخي الفرصة متاحة لك، حضر روحك، راهي الحلقة القادمة باش تكون حول البترول، حول نفس الموضوع، لكن سنواصل كشف باقي الشركات وباقي السماسرة وباقي الفاسدين والعقود وما إليه. هذا كان نهار الخميس. حضرت أنا الدوكيمون تاعي، يعني عرضت منهم البعض في أحد الفيديوهات اللي نشرته اليوم، وإذا به يوم الجمعة باش يتصل بي، ما اتصلش. ما الخميس تعدى، الجمعة تعدات، السبت كلمت العمري شنو الحكاية؟ قال لي باش مهندس راهو ثم حكاية، ثم ناس دخلت وكذا ما يحبوكش تكلم بالعربية. احنا اليوم في الثورة، تذكروا
رانا في ثورة كرام، فترة ثورة كرام، لكن للأسف تحت حكم المرزوقي والغنوشي، ممنوع من وللأمانة ما هوش الغنوشي في الموضوع هذا، الغنوشي بعيد وحزب الغنوشي بعيد، لعلهم استدعوا الأزهر السمعي للتأسيسي والتمسوا منه التماس أنه الحلقة الجاية خصصها لموضوع ثاني غير البترول، لأنه موضوع كبير وكذا ولا يمكن معالجته بالطريقة هذه في التلافز الأخيري. لكن الذي اعترض بشدة على أني نتدخل في التلفزة في المرة الثانية في برنامج البارح هو السيد منصف المرزوقي عبر مستشاريه وعبر إمكانياته في التأثير وفي الضغط. الشيء هذا جانا من مصدر موثوق، مش من الصحافي أو معد البرنامج، هذا خطير مسكين إنسان موظف ما حبش نؤذيه بأي طريقة ونوصل له أي أذى، لكن وصلنا من محيط المرزوقي نفسه. أنه الرجل هذا يقول لهم هذا الشخص لازمش تكلم مرة أخرى على قطاع البترول. ليش زعم؟ لأنه أنا إذا باش نتكلم باش نجبد موضوع بريتش غاز وباش نجبد موضوع وصول السيد المرزوقي للسلطة عام 97 وموضوع كوريم كومار، وباش نجبد موضوع 2005 لما كان يتكلم ويقول لهم أنا جسري لو بروشان بريزيدون دو لا ريبوبليك تونيزيان، وموضوع تغيير المضمون متاعو أمه مغربية غيرها تونسية، ووعد بريتش غاز له هو والمهدي المنتظر هذا اللي حب يولي رئيس حكومة، اللي وعدتهم بريتش غاز أنهم سيستمرون لثلاثة دورات رئاسية أقل ما فيه، لأن الشعب التونسي شعب ضعيف يمكن فرض عليه أي حاجة، هذا حسب تصورهم هما. فهو ما يحبش يفسد الموضوع هذا وما يحبش حتى حد يحكي فيه، لذلك بالضغط وبالتهديد أوعز للقناة أنهم ما يبثوش الحلقة اللي بعدها وفيها اسميين وفيها صوتين. على كل حال أنا تعرفت عن طريق الوسائل الحديثة المتطورة اللي هو من نجمش يمنعها، وسائل واصل اتصالي بالتوانسة عبر هذه الوسائل والقنوات الفضائية والتلافز بأنواعها والإذاعات اللي اتصلوا بي واللي تعاملوا معايا كلهم طلعوا رابحين وكسبوا من لقاءاتهم معايا وكسبوا أموال طائلة وخاصة الجرائد. مرحبا بهم إذا حبوا يخدموا البلاد، ولا مرحبا بهم إذا كان يحب يخدموا مصالحهم الخاصة، لأن أنا لست مستأجرا من أحد ولا أبيع ذمتي لأحد، أنا نخدم في تونس ومصلحة البلاد. أي وسيلة إعلام تحب تخدم وسيلة تخدم مصلحة البلاد عبر المعلومات اللي عندي وعبر خبرتي وكفاءتي التي لا ينازعني فيها أحد ولا يزايد عليها أحد، ومن أراد المناظرة فليتفضل. باش يطلع واحد كيما نظر السمعلي يقول هذا يراو مهندس متاع تريسيتي وش دراه في البترول، هو أنت إنسان قاري في بولوني وش دراك في الملح وش دراك في البترول، إذا أنت إنسان مطرود من الستاب بفضيحة. فالواحد يلزم حدوده أفضل، لأنه إذا كان لك لسان فللعالمين ألسن، يعني شوف العالم فيه 7 مليارات، 7 مليارات لسان ينجم يهدوك في حين أنت عندك لسان واحد، لذلك الواحد يلتزم الأدب، يلتزم حدود اللياقة، وخاصة لما يتعاملوا مع مصطفى العساوي، لأنه ما هوش مأجور وما يستناش الشكر من حتى حد، أنا استنى الشكر من تونس ومن أجيال القادمة ستشكرني حتما. وقت اللي كانوا المتزلفين والمتسلقين والمتملقين يلعقون ذيول الناس اللي في السلطة من أجل البوست ومن أجل الامتيازات ويقدموا في السيفيات متاعهم، جاءني من قال وين السيفي متاعك أنت؟ قلت وشني الفايدة أن أقدمك سيفي؟ مش تعطيني وظيفة سكتي؟ لا ما حشتيش، أنا تكلمت ما شاورت حد، وقت يجي نسكت مانيش بالشاور حتى حد، فهمت؟ رفضت أني أقدم السيفي متاعي ورفضت أني نعرض نفسي كما تعرض فتيات الليل ومن أجل وظيفة يبيعوا البلاد. الشطر اللي قاعدين يتكلموا في مواضيع الطاقة ومواضيع الغاز دوشيست وهذا هم ناس يتكلموا على الموضوع لإحراج السلطة باش السلطة تلجأ لتسكيتهم بطريقة ما. ولهنا نحذر الناس من هذه الجمعيات اللي كونتها المتعددات الجنسية واللي هي سبونسورد من شال ومن لوم في ومن ليني ومن ستاك ومن السيتاب ومن ليتاب، هم اللي يشرف عليها وهم اللي مولوا فيها، وعلى رأسها جمعيتين، جمعية لاتين وجمعية لا تي بي جي لاسوسياسيون تونيزيان دي بترول دي غاز نتاع السي صالح بن جمعة، هذا اللي لصق لي ايام الافسام، وسي سفيان رقيقي اللي هو موظف موارد بشريه لا علم له ومخرج من معهد الشغل
لا علم له بمجال الطاقة، وطالب قال لك أعطوني بيتروفاك باش نسكت، هذه اللغرة اللي صارت في تونس، أعطوني كذا باش نسكت، ما تعطونيش راني باش نفضحكم. وهذا الأسلوب اللي استعمل فيه السماسرة والمبتزين، أنه يا تعطيني كذا يا نفضحك. أنا أخويا ماني طالب حد شيء غير الحقيقة، وسأبلغ الحقيقة كاملة للشعب التونسي، وقد وعدت بذلك، والحمد لله رب العالمين غنيني على هذه التفاهات وهذه المنحدرات الآسنة اللي ما يهبطلها إلا إنسان متعفن. إذن وقت صار قصر قرطاج يضغط لمنع الناس من الكلام، وإحنا بعد 17 ديسمبر في ثورة الكرامة المجيدة، طبعا هم ما يعرفوهاش لأنه ما شاركوش فيها، ما دفعوش فيها لا دم ولا عرق ولا عذاب ولا تعب، ها جاوا بالطائرات شدوا السلطة هكا بكل بساطة، لكن للأسف السلطة ما بدش تركح. الشعب التونسي محبس تما يعني طاد نون غوفرنابيليتي، وسيستمر سيستمر حتما. وهؤلاء اللي جاوا اليوم جابهم التكتل وجابهم السي بي ار، هذا سي بون بورير، اللي جابوهم باش يصيروا رؤساء وزراء ووزراء الورفلي والمهدي المنتظر، هذا المهدي بن جمعة والمهدي جمعة، هذا ما راهم جايين للمحافظة على مصالح الشركات الأجنبية. وداد البوشماوي إنسانة عندها مصالح، عائلتها عندها مصالح وعندها مساحات جبارة في الجنوب ما يدخلهاش أي مواطن تونسي، مخصصة لهم ملك. أيام بن علي خذوها بوسائلهم، وممنوع يدخلها حد بالتعاون مع شركات أجنبية، فحفاظا على مصالحهم ومصالح الشركات المتعاملة معهم من الشركات متعددة الجنسية، ساعات هي في تبييض ملف سي بن جمعة اللي هو أحد غلمان البيلدبيرغز، بيلدبيرغ اللي هما بيوتات متاع ماسونية معروف، وحطوه رئيس مسقط. انت بتتذكروا قبل الإعلان عن اسمه ب 24 ساعة كان الصراع بين أربع أشخاص، فجأة طفى الصراع كله والناس كل قبلت، ثم ماسة هبطت على روسهم بحكم أنهم ناس ما عندهم الشعبية ويتكلموا بعيد عن الشعب وعن إرادة الشعب، فما كان منهم إلا أن يقبلوا بكل ما في قبول بذل، من ذلة ومن مهانة يعني لا تليق إلا بأمثالهم. اللعبة فيها المرزوقي وفيها مدام وداد منظمة الأعراف وفيها بريتش غاز وفيها لينين وفيها الفاكتين وتوتال وفيها ثلاث دول اللي هي فرنسا وبريطانيا وأمريكا، فارضين عليكم رئيس وزراء والشعب المحتل، فإن قبلتم فأنتم شعب قطيع وإن رفضتم فأنتم شعب رفيع، وبين عيش القطيع وعيش الرفعة يكمن اختياركم، ونحن جاهزون، وإن تحبوا تمشوا تختاروا، هذه اختيارات الشعب ما يحددها حد إلا الشعب، لكن إذا اخترتم عيش القطيع فهذا حد بيني وبينكم، وما خلقت لمثل هذه المهام. إذن في زمن الثورة أصبح المنصف مرزوقي عبر مستشارية أو بواسطته هو شخصيا بذراعه يفرض فلان يتكلم فلان ما يتكلمش، هذا الرجل الحقوقي يعني اللي مشهور بحرية التعبير وما إليه، مسرحية اللي وصل بها لقصر قرطاج باش يقود دولة كتونس. شكرا لكم، ولن أخفيكم سرا مهما كان شأنه ومهما عظمت خطورته، بارك الله فيكم يا توانسة، وربي يستركم ويستر البلاد. السلام عليكم.